سؤال: علاش الماء المعدني الطبيعي مهم للذات ديالنا؟ لان الماء المعدني الطبيعي فيه املاح معدنيه بحال البوتاسيوم الكالسيوم والصوديوم. غنتعرفوا اكثر على الصوديوم. الصوديوم ماشي هو الملح اللي كنعرفوا، الصوديوم من الاملاح المعدنيه الطبيعيه الاساسيه للذات ديالنا. نشوفوا الدور ديالو. الدور ديالو هو الحفاظ على التوازن ديال الماء اللي كاين في الذات ديالنا، وكيحد من التشنجات العضليه. حاجه مهمه، كيحد حتى من خطر الاصابه بالفشل الكلوي. على حسب المنظمه العالميه للصحه كتقول بان الذات ديالنا كتحتاج 2000 ميلي غرام من الصوديوم يوميا. المشكل ديال الملح والمصدر الاساسي ديال الملح راه هو التغذيه، راه ماشي الماء. يعني الناس اللي كيعانيوا من الطونسيون من الضغط يشربوا الماء المعدني الطبيعي. يستشروا الطبيب ويديروا حميه غذائيه ماشي حميه مائيه. شفنا الاهميه ديال الصوديوم والمهم في هادشي كامل نشربوا الماء وبطريقه صحيه.